بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطلبات، أقسام نهاية شعبة الرياضيات والتقنية الرياضية، علوم تجريبية، واصل حل تمارين فيما يخص الدوال الأصلية. تابعوا مليح أو نص التمرين. مستوى بكالوريا. إذن كما تشاهدوا نبدأ بالسؤال الأول. عين الدالة المشتقة للدالة ج المعرفة على نين زائد مالانية، وهي ج هي إكس زائد أ. الآن إكس زائد أ كقيمة مطلقة ناقص إكس، إذن ج لو إكس هي إكس زائد أ. ln x زائد a ناقص x مشتقة تاعها واش هي؟ لهنا نعتبر هذه u وهذه v. المشتقة هي g لو x فتحة هي واحد u فتحة ln x زائد a زائد u v فتحة x زائد a، لأن v فتحة هي واحد على x زائد a، يعني معناه أن ln u مشتقة تاعها هي U فتحة على U ناقص واحد، لأن مشتقة لإكس هي واحد. إذن بعد الاختزال هاهم مدنا G فتحة لإكس هي ln قيمة مطلقة لإكس زائد A، هذه هي المشتقة المطلوبة. ثانيا اسم الدالة الأصلية للدالة هذيك. إذا الدالة الأصلية للدالة هذه h لx هي ln x زائد a، ونعرفوا لهنا ln x زائد a هي g فتحة x، مادام g فتحة نقدروا نحوسوا على الدالة الأصلية. الدالة الأصلية اليوم للدالة اش اكس او جي فتحة لإكس هي اش لإكس تساوي جي جي لإكس، وهي إكس زائد أ ln إكس زائد أ ناقص إكس مع ln، هذه هي الدالة الأصلية لـ إكس. السؤال الثالث، الدالة الأصلية للدالة F كيفاه؟
نكتبو اف لي اكس هي اكس زائد ال ان اكس ناقص 2 على اكس لين اي شكل اخر زائد ال ان اكس ناقص 2 على ناقص ال ان اكس زائد 2. نعرفوا بلي الان الداله لي اكس ال ان اكس ناقص 2 هي اكس ناقص 2 ال ان اكس ناقص 2 ناقص اكس وكذلك والدالة إكس ال ان هي انا اكس زائد 2 ال ان اكس زائد 2 ناقص اكس. هذه النتائج هذه عرفناها مسبقا يعني في السؤال الثاني يعني عندنا النتيجة تاعو. إذا الدالة الأصلية ل f لو x هي شنو هي؟ x مربع على 2 هي الدالة الأصلية ل x وهي x مربع على 2 زائد وشنو هي؟ زائد الدالة الأصلية ل ln x ناقص 2 نعرفها هي x ناقص 2 ln x ناقص 2 ناقص x وشني ناقص كذلك x زائد 2 ln x زائد 2 ناقص x. f لي x كدالة أصلية هي دائما إكس 2 على 2 نشر نشر زائد إكس ال ان إكس ناقص 2 ناقص 2 ال ان إكس 2 ناقص إكس ناقص x ln x زائد 2 ناقص 2 ln x ناقص 2 ناقص x زائد x. لان كما تلاحظ لهنا زائد x ولهنا ناقص x واش يبقى لنا؟ يبقى لنا اذا f دي x الداله الاصليه دائما x مربع على 2 لنا عندنا اكس نقدر نديروها كعامل مشترك ال ان اكس ناقص 2 ك قيمه مطلقه
ناقص ln x زائد 2 ناقص 2 ln x ناقص 2 زائد ln x زائد 2 إذن f x وهي الدالة دائما الأصلية هي x مربع على 2 x ln x ناقص 2 ناقص ln x معناه سي ln x ناقص 2 على x زائد 2 كقيمة مطلقة هذه هي ناقص 2 وشني لهنا ln a زائد ln b معناه ln x ناقص 2 مضروب في x زيد سي لازم ندير لان سي هو عدد حقيقي ثابت اذا في النهايه اف اكس هي اكس مربع على 2 زائد x ln x ناقص 2 x زائد 2 ناقص 2 ln x ناقص 2 زائد c هذه النتيجة المطلوبة. إذن نتمنى لكم التوفيق ونطلب منكم مشاركتكم في قناتنا العجون عبد القادر، لأن الجديد في الفيديوهات سيأتيكم إن شاء الله عن طريق الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله.